حالك ما تعودوا كان بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم تجربتي المولة اللي شريت من بين. انا شفتو انا غادي ندير كيكه دريك. هاد المول من اسباني. شوف شوف ما بغيت في هذا الصغير بغيت ندير غير جوج بيضات. انا غادي ندير هذا شفتو. مره ثانيه يوم اللي نشارك معكم الاخرين غندير اليوم الكيكه المعتمده عندي بزاف كاع اللي كتعجبني انا كيكه ديال الشكلاط والقهوه. هذه من الكيك المعتمدين عندي اللي كيحبوني انا. شفتو المول راعي هادوك اللي كينفتحو شفتو. ندوز دابا المقادير وطريقه التحضير. عندنا ست البيضات شفتو وعندنا جوج صاشيات ديال الخميره الكيماويه. عندنا كاس معامر ديال الزيت النباتي. عندي كاس ديال السيدة هما اللي انا ما عامر كيفاش ما شفتو داكشي اختيار عندكم بغيتو تعمرو عمرو. انا ما كنبغيش واحد الحلوه بزاف كتعجبني تبقى فيها ديك المروره ديال الكاكاو. عندي هون جوج كيسان من الماء طايب شفتو. وعندي هون ثلاثه المعالق صغار ديال الكاكاو المر. كاكاو المر انا صراحه كنشري هذاك ديال العبار ما كنشري هذوك ديال الساشيات. كيجيني ديال الساشيات كيجي باهت وهذا المر كيجيني كيعطي داك اللون اللي كنبغيو داك المذاق ديال المروره. كل واحد مري الذوق ديالو. وعندي هون نسكافي غنحتاج منها ثلاثه المعالق حتى هي. وعندي الدقيق بطبيعه الحال اللي غيكفينا الخليط. ندوز دابا طريقه التحضير على بركه الله. غنجيب انا عندي هنا الكاس ديال مولينكس. انا غادي نخلطها في كاس ديال مولينكس. نمشوا معايا حبيباتي. انا جبت الكاس ديالي غنستعمل. غادي ندير كاس ديال السنيده وغادي ندير دوك جوج كيسان ديال الماء اللي تكون ما طايب شفتوهم. غادي نعدل معاهم هذا الكاكاو ثلاث معالق صغار قدو ديرو حتى يعمر لي. غادي نجيب لها العلقه ندير ثلاث معالق هما لي ديال هادي نسكافي. ولا ما عاد عندكم نسكافي تقدروا تستعملوا هذيك القهوه ديال اللي كطيب في القطار عرفتوها. كاس منها كبير ولا كاسين مزيانين. انا غادي نترك نخلط هادو وغادي نرجع لكم ان شاء الله. باش معايا حبيت انا غادي ندير هذه الباكينه ديالي نخلط فيها هذا. كنعتذر على الصوت مزعج. بعد ما نخلط غادي نضيف نقص منه كاس نقص كاس من هذا الخليط. غادي نضيف له دريك البيض. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. غنضيف الكاس ديال الزيت حتى هو داك الكاس ما كاس ما عامر. انا ما كنعمرش الكاس ديال الزيت علاش مكنبغيش كي كتجي ميد ما كنبغيها تجيناش فشوي كي كان ميد ما انا بحال هادي ما كتعجبنيش. كل واحد والطوق ديالو كنفضل كي كتجي ناشفه. نخليكم دريك نطحن الخلاط الخليط ديالي مزيان ونرجع لكم. كيفاش شوفي الطفيله من بعد ما تخلط الخليط ديالي غنكبوه في هذا الاناء هذا باش نضيف له الدقيق ديالو. نضيف دابا الدقيق كيف ما كتشوفوا ها هي الدقيق وهاد لا ليفير تقريبا
خميرة كيماوية، ونجيب دابا واحد داك الطراد ديال الحلوة ديال اليد ونكمل به. خش معايا هادشي من هنا. حبيت انا غندير دابا الدقيق، راني مغربلاه، غندير القياس اللي غادي نحتاج ليه خليط. المهم نتوما راه عينكم بيزاركم كيف ما قلت لكم دائما، كل واحد على نوعية الدقيق اللي عنده. دائما الدقيق يكون منخور مغربل، الا كدير شغل له مرتين ثلاثة مزيان. غنخليكم دريك الين نكمل الخليط ديالي ونرجع لكم ان شاء الله. بغيتو معايا حبيبتي انا غندير نضيف دراك هاد الفرشيات ديال الخميره، هما جوج عندي كما شفتو. ضفتهم مع الدقيق، ديما الخميره نضيفها مع الدقيق ما نضيفهاش وحدها. غنكمل دابا الخليط، الخليط ديالي هنا الخليط ديالي صافي. غنتوقف عن اضافه الدقيق ليه، ما جيت ليه نزيد له الدقيق، عندي هو البركه عليه. شوف دائما الخليط ملي يعود بحال هكا راه يعني راه بركه عليه، ما كيتزيدو الدقيق. الا زدتو الدقيق راه لا يتقال اكثر من هذا القياس، ما يجيكم مزيان، ما يجيكمش خفيف. غنجيب دابا المول ديالي اللي غادي ندير فيه كما شفتو، غندهنو بشويه من الزبده ونرش عليه الدقيق ونرجع لكم. كيفاش معايا حبيباتي بعد ما جهزت المول ديالي دهنتو كيف ما قلت لكم، تقدروا تدهنوه بالزيت بالزبده اللي عندكم. المهم انا دهنتو دريك ورشيت الدقيق. غادي الخليط ديالي فيه، وتاكدوا ان المول ديالكم مسدود بحال هاد المولات اللي كيكونوا عندهم ديك السقطه، تاكدوا انه مقفولين ما مفتوح، ملي بغيت لكم الخليط من الجناب. شفتو معايا دريك الخل ديالي، انا غادي ندي الكيك ديالي الفران. انا راهني في هاد الوقيتة كنت شاعلتو لاكسو البوطة باش يسخن، وغادي نديه يطيب. المهم كيف ما كنقول لكم دايما كل واحد على حسب الفران ديالو، اللي عنده الدورة عارف مدة الطياب، واللي عنده ديال الغاز راه عارف شحال كيطيب في الكيك. ونتلقاو ان شاء الله من بعد نكملو. كيفاش شفتو معايا حبيباتي دريك، انا راني غادي ندوز نوجد الكلاص اللي غادي ندير فوق هاديك الكيك ديالي. هاد الكاس كيف ما شفتو نقصتو من الخليط الاول اللي متكون من الماء سخون ونسكافيه والسنيده وهداك الكاكاو المر. المهم كيف ما قلت لكم نسكافيه، تقدروا تشربوا داك الساشي ديال نسكافيه، تقدروا لا عندكم القهوه ديك الطايبه المقطره. انا هي بعض المرات كنديرها، كانت عندي هذيك طايبه كنطيب نطل نطيب القطره ونديرها، ولا الا شاطه عندي من الفطور بحال هكا. المهم عرفتو بلا ما نحتاج نقول لكم. وعندي الشكلاط، شفتو الشكلاط العادي من افضل تاخذوا هذا النوع اللي كيكون كحل ماشي داك القهوي. هاد الماركه كيجي كتجي كحله ملي كتذوبوها. وعندي شويه المكسرات، شويه لاكاجو وزبيب غادي نزين بهم من الفوق. وعندي كريم باتيسير، كريم باتيسير تقدروا ديروه، تقدروا ديروا نشا الا عندكم نشا ما زينه، تقدروا تستعينوا بالنشا. انا عندي كريم باتيسير وغادي نستعين كريم باتيسير، كتجي حتى هي زوينه. المهم الا ما عندكمش غادي تستعينوا بالنشا. دوزو دابا نديرو الخليط ديالنا يطيب، نوجدوه اللي غادي باش نزينو بيه الكيك. واحد الاناء هنا كاسرونه مش مع بحال الطراب صغير. المهم غادي ندير، درت هذاك الكاس كبيت هنا فهاد الكاسرونه، غادي ندير فيه هاد الشكلاط، وغادي ندير فيه هاد الكريم باتيسير. نتوما كيف ما قلت لكم الا ما عندكمش غادي ديرو غير نشا. انا كتشوفو درت جوج معالق كبار. غادي ندير الخليط ديالي دا فوق البوطة حتى يعقد ونرجع لكم. غنبقى نحركم على التحريك ما نكحسش عنو حتى يعقد لي الخليط ونرجع لكم ان شاء الله. وهاد الوقت راه الكيكة ديالي كطيب،
باش ما تجي طيب الكيكه. تنكب لي طيب الكيكه وتوجد تكبو من هاد الخليط ديالي. هو لاصوص ديالي من بعد موجود شفتو، ما تخلوش يحقد، غير يجمع الخليط ديالو شويه يوقف صافي طفو عليه. انا نوريكم كيفاش القوام ديالو في المعلقه شفتو، ما تخلوش لين توقف لاصوص، لان الا وقفت لاصوص ملي غادي تجوز بغا تكبوها في فوق الكيك غادي تقصح كما كتعرفوا راه الكريم باتيسير. الكريم باتيسير الا خليتوها بزاف غادي تعقد، انا ما خليتهاش بزاف، لا هي لا نجحت انا نجرى نفس القضيه عندهم، يعني ما تخلوش بزاف غير تبان شدت في راسها عقدت وصلت بحال هاد القوام دابا، طفو عليه وتكبوا على الكيكه ديالكم وخلوهم اللي غيبرد فوق الكيكه راه غادي هو غيشد في راسو. يلا انا غنمشي نجيب الكيكه ديالي وغادي نكبوا ليها ونوريكم كيفاش. باش معايا حبيت نجيب الطبسه ديالي حتى الشكل اللي غنحط عليها، غادي ندير فوق منها الكيكه ديالي. ها لاصوص ديالي البنات شفتو، راه غنخويها فوق من الكيك. تشوفوا معايا حبيبات انا بعد ما دوزت لاكريم ديالي على الكيك ديالي غادي نزينو. كما شفتوا غندوز للتزيين، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا، تقدروا تخلوه غير بحال هكا ماشي بالضروره تزينو، تقدروا تزينو بالكاكاو الكاوكاو حمرو زينو بيه، زينو باللوز، زينو بالشكلاط الابيض، يعني شي لون اللي يهرس الكحل، فهمتوني يا بنات؟ نتمنى تنال اعجابكم وجربوها ما غتندموش، راه المذاق ديالها هائل، بالاخص هاد لاصوص البنات انا هادي معتمده عندي، هاد لاصوص كنديرها كيف ما قلت لكم يا اما نديرها بالنشا يا اما كنديرها بكريم باتيسير، حتى بالنشا كتجي زوينه كتجي هائله زوينه زعما لاصوص زوين. نخليها دابا تشد في راسها هاد الكريم شويه ونقطع عليكم ان شاء الله وشوفوا الشكل النهائي ديالها. شوفوا معايا حبيباتي ها الكيك ديالي بعد موجود، ها هو تمنينا لاعجابكم شفتوا هذيك كيف ما قلت لكم هذيك لاصوص اللي كندير فوق منه رائع راه هائله، يعني ما يعني غجربوا على حسابي، يعني شي حاجه اللي داك المذاق ديال القهوه كيجي معاها داك المذاق ديال الشوكولات المر كيجي هائل. نتمنى تنال اعجابكم، انا غنقطع لكم دابا تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل. شوف الشكل ديالها كيفاش كتجي من الداخل،
تنال اعجابكم وتجربوها ان شاء الله. ما تعكزوش راه كتجي بنينه وتجي خفيفه. كيفاش شفتوا معايا حبيباتي هذا الشكل ديالها؟ شوفوا شفتوا كيفاش كتجي خفيفه من الداخل، كتجي ناشفه ما كتجيش كيف ما كنقول لكم كتعجبني كي كتجي ناشفه. نتمنى يكون كيبان لكم. شتو خفيفة ها. نتمنى تجربوها تنال اعجابكم ان شاء الله. وكاينة عملية اخرى بغيتو ديروها، تقبو الكيك قبل ما تسخنو فوق من هاد لاصوص، تقبوه بشي موس ولا شي فورشيط ولا مهم تقبوه باش هاد لاصوص تدخل لداخل ديال الكيك. باش نهار نبارطاج معكم هاد الطريقه حتى هي كيجي من الداخل نازل معاه من هنا بحال هكا كينزل نص منو هذاك الكيك هذاك لاصوص العفن. يلا نخليكم دابا ونتمنى تنال اعجابكم هذه الوصفه الا جربتوها ان شاء الله. ردوا عليا الاخبار وما تنساونيش ملي لايك وتابوناو عندي الا كنتو اول مره تدخلوا لاشين ديالي وبارطاج بارطاج بارطاج وشكرا الى فيديو قادم ان شاء الله. بالنسبه للناس كيف ما قلت لكم بالنسبه لهذا المول غادي نجربوا، هذا هو المول اللي خديت الصباح من بين انا بعدا ما كيف ما كنقول لكم البنات هو الا عجبني ولكن دابا ما كنصحكمش به حقاش انا باش خديته كي هذا ديالو ما صحيحش هذا المعدن ديالو. شوف انا قصدو بلا هو تعوج ليا واحد شويه حيت يعني صح منه هذاك اللي شريته عند مال المحلات. المهم كيف ما قلت لكم انا هذه تجربتي ليه راه باش بارطاجيتها معكم.